الدرس اللي فيه ايه يا شباب؟ الناس اللي كانوا حاضرين معانا، اخر حاجة خدناها كانت ايه؟ سليمان والحمامة. سليمان والحمامة. سليمان والحمامة. سليمان والحمامة. هي تفتح الصف. طيب كويس، خلصنا الدرس ولا مازال؟ خلصنا فتح خالص ولا سليمان لسه؟ عليه السلام هاي منها كلام انت يا سكرة، منها كلام انت. خلصنا. لا ما كامل، لا مش ما كامل. قرينا الجزئية اللي من قرينا أول أربع أول أربع سطور. ايوه تمام، هناخد من اول خمسة بقى نكمل النهارده ان شاء الله، المرة الجاية نحو ان شاء الله. الفكرة الثانية جهل وسوء تصرف، يعني هي حمقاء وجاهلة وما عرفتش تتصرف، فأرادت الحمقاء تعرف من رسائله مرامة، عمدت لأولها وكان إلى خليفته كرامة، فرأته يأمر فيه عامله بتاج للحمامة، ويقول وفوها الرعاية في الرحيل وفي الإقامة، ويشير في الثاني بأن تعطى رياضا في تهامة، وأتت لثالثها ولم تستحي أن فضت ختامة، فرأته يأمر أن تكون لها على الطيب يا حفاظة. جماعة يلا مين اللي يقرأ؟ أوكي. يلا اقرأي بسرعة أنا أستاذ. بسرعة بسرعة يلا. كان ابن أجارة. لا من أول أستاذنا خمسة، من أول خمسة. فأرادت الحمقاء. أنا أستاذنا. هي هتكمل، هي هتكمل، هي هتكمل، هي خلوها تكمل عشان ما تزعلش. من أول فأرادت الحمقاء. فأرادت الحمقاء تعرف. يلا طب حد يكمل، يلا حد يكمل بدل ايش مساعد، حد يكمل يلا. فأرادت الحمقاء تعرف من رسائله مرام، عملت أوله وكان إلى خليفته برام، فرأته يأمر فيها علام عامله بتاج للحمامة، ويقول وفيها الرعاية في الرحيل وفي الإقامة، ويشير في الثاني بأن تعطى رياضا في تهامة، وأتى لثالثها ولم ت وأتت لثالثها ولم تستحي أن فضت ختامه. أن فضت ختامه، فرأته يأمر أن تكون لها على الطير الزعامة. أحسنت، من تاني يقرأ؟ يلا. يلا بسرعة، فأرادت الحمقاء، يلا بسرعة. ها عمدت لأولها وكان إلى خليفة. يلا قول خلص يلا. استاذ وصلنا. يلا بسرعة. الأتو يأمر فيها. أنا هقفل الصوت عشان أنتم مزعجين النهاردة، ما أعرفش مالكم. ما أعرف مالكم النهاردة صراحة. ترجمة
يلا بسرعة. أنا لا خلاص. فأرادت الحمقاء تعرف من رسائله مرامة، عمدت لأولها وكان إلى خليفته برامة، فرأته يأمر فيه عامله بتاج للحمامة، ويقول وفوها الرعاية في الرحيل وفي الإقامة، ويشير في الثاني بأن تعطى رياضا في تهامة، وأتت لثالثها ولم تستحي أن فضت ختامة، فرأته يأمر أن تكون لها على الطير الزعامة. فأرادت الحمقاء، الحمقاء يعني قليلة العقل الطائشة، ومذكرها أحمق، يعني حمامة أو الحمقاء، أما لما أصف مذكر أو الأحمق. فأرادت الحمقاء، الحمقاء يا أولاد معناها قليلة العقل الجاهلة، تعرف من رسائله مرامة، يعني مقصده وهدفه. يعني سيدنا سليمان كان يحب هذه الحمامة حبا جما، وكان يكرمها وكان يجلسها في كل في جوارها، كان يجلسها في أولاد بجواره في كل مجلس، فهي قد خدمته عمرا مثلما قد شاء صدقا واستقامة. فأراد أن يكرمها فبعث برسائل لعماله فيها الكرامة لهذه الحمامة، ولكن دفعها سوء جهلها وسوء تصرفها إلى قراءة الرسائل، فتح الرسائل وقراءتها، وهذا سوء أدب منها، لأن هذه أمانة يا أولاد. لما يكون والدك كده أعطاك مثلا أمانة وقال لك روح اعطيها مثلا لعمك، فأنت ما ينفعش تفتح الحاجة دي وتطلع عليها، عيب غلط. وخاصة إن طبعا سيدنا سليمان كان يحبها حبا كثيرا، يعني ما ظهر منه أي تهديد ولا أي وعيد ولا شيء. فمجرد ما أعطاها الرسائل، هم ثلاث رسائل، هي يعني من سوء تصرفها وجهلها تصرفت تصرفا سيئا. فأرادت الحمقاء تعرف من رسائله مرامة، الحمقاء يعني قليلة العقل الطائشة، تعرف من رسائله مرامة، يعني عايزة تعرف قصده ايه وهدفه ايه من هذه الرسائل. مرامة يعني مقصده وهدفه. عمدت لأولها، يعني جابت الجهات الأولانية، وكان إلى خليفته برامة، يعني كانت الرسالة موجهة إلى خليفته برامة، منطقة اسمها رامة. فرأته يأمر فيه عامله بتاج للحمامة. هذه الرسالة مكتوب فيها أمر من سيدنا سليمان لخليفته برامة أن يصنع لها تاجا للحمامة، ويقول لهم له في هذه الرسالة وفوها الرعاية في الرحيل وفي الإقامة، أي أكرموها إكراما شديدا، أعطوها حقها من الرعاية كاملا حينما تكون جالسة وعند الرحيل، يعني في الرحيل وفي الإقامة. زي ما أقولك إيه، الرواد ده خلي بالك منه وأكرمه، اللي هو عايزه خده وخليه عندك في طول الفترة اللي هيقعدها عندك ديت، تمام، وخلي بالك منه وهو ماشي، اعطيه مجموعة من الهدايا وهو ماشي كده محملها معاه كده. دي بالظبط يا ولاد. فهو قال للعامل ده يصنع لها تاج ويزين لها رأسها ويوفوها الرعاية كاملة، يعني يعطوها حقها كاملا في الرعاية في أثناء إقامتها عندهم وعند رحيلها، في الرحيل وفي الإقامة. ويشير في الثاني، أدي الرسالة الثانية، يبقى في كده رسالتين، بأن تعطى رياضا في تهامة، منطقة اسمها تهامة في شبه الجزيرة العربية. قال لهم اعطوها حقها من الرياض، يعني الحقول الواسعة
لكي تمرح فيها وتغني فيها. وأتت لثالثها، السنة الثالثة بقى، ولم تستحي، يعني لم تخجل، ما كسفتش على دمها وقالت مش عيب عليك يا بت ولا حاجة، لأ، مسكت الرسالة الثالثة ولم تستحي أن فضت ختامه، يعني قرأته. يا ترى مكتوب فيها إيه الرسالة دي؟ فرأته يأمر أن تكون لها على الطير الزعامة، يعني هي برضو إيه ما اتكسفتش وقالت أكيد بقى الرسالة التالتة دي هيقولوا له مثلا ادحني وكلني أو أنت فريشي ولا شيء. فلسه تقرأ الرسالة، لها كلام حلو جميل في حقها وبيحبها. فرأته يأمر أن تكون لها على الطير الزعيم، يعني خلاها الزعيمة بتاعة الطيور. زعيمة الإيه يا أولاد؟ زعيمة الإيه؟ زعيمة الطيور. فهمتوا كده؟ هفتح المايك دقيقة عشان المداخلات ونشوف انتوا فهمتم ايه ولا ما فهمتوش. كام رسالة كده يا أولاد؟ كام رسالة؟ كام رسالة؟ ثلاثة. ثلاثة. ماشي. الرسالة الأولى مكتوب فيها، الرسالة الأولى مكتوب فيها ايه؟ الرسالة الأولى ماذا جاء فيها؟ تاج للحمامة. ماشي، تاج للحمامة. والرسالة الثانية؟ الرعاية في الرحيل والإقامة. والرسالة الثالثة؟ رياضة في الطاقة. أن إيه؟ أن تكون لها على الطير الزعيم. يبقى في الأولى، أيوة في الأولى يصنع لها تاج الحمام، وفي الثانية يشير أن تعطى رياضا في تهام، وفي الثالثة أن تكون لها على الطير الزعيم. أسأل سؤال يلا يا حلوين حبايب الأصدقاء سلسلة البيان التعليمية، الحمقاء مذكر ولا مؤنث؟ الحمقاء مذكر مؤنث. رسالة. ما عمدت؟ ما معنى عمدت؟ عمدت معناها قرأت. ايه؟ قصدت. عمدت معناها قصدت. ماشي، فرأته يأمر فيها، آيات مضاد يأمر. يلا مضاد يأمر. مضاد يأمر، مين يعرف؟ مضاد يأمر. ها مضاد يأمر. مضاد يأمر. ها؟ نهي. مضاد يأمر. ينهي. ما جمع تاج. تيجان وتو. ماشي، هات مضاد الرعاية، عايز الرعاية عكسها ايه؟ الرعاية، هات مضاد الرعاية. الإهمال. برافو. ما مفرد رياض؟ مفرد رياض. مفرد رياض. رياض. ها روضة. لا روضة. 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 روضة يا ولد. روضة.
روضة مفرد رياض ايه؟ روضة روضة قولوا معايا روضة مفرد رياض روضة. تمام كده تمام. طيب بما وصف الشاعر الحمامة في البيت الخامس؟ سؤال هنا، بما وصف الشاعر الحمامة في البيت الخامس؟ الحمقاء. لا هنفضل نغني نقول الحمقاء 50 مرة عيد كده عشان الإزعاج. هقفل الصوت تاني. يبقى فأرادة الحمقاء وصف الشاعر الحمامة بالحمقاء دليل على سوء تصرفها. تمام، يبقى عندنا ثلاث رسائل. الرسالة الأولى فيها حاجتين، الحاجة الأولى تصنع لها تاج، اتنين يوفوها الرعاية في الرحيل وفي الإقامة. عايز كلمتين متضادتين من البيت الثامن، عايز كلمتين متضادتين من البيت الثامن اهو، الرحيل وايه يا اولاد؟ والإقامة. الرحيل والايه؟ ها، الرحيل والايه؟ والإقامة. هذا طبعا تضاد. ويقول وفوها الرعاية في الرحيل وفي الإقامة، الرحيل والإقامة تضاد يبرز المعنى ويقوي. ويشير في الثاني بأن تعطى رياضا في تهامة، وأتت لثالثها ولم تستحي أن فضت ختامة. يبقى دفعها سوء خلقها إلى سوء الظن في سيدنا سليمان الذي وثق بها وأحبها، فأرادت أن تطلع على الرسائل لتعرف مقصده. فتحت الرسالة الأولى وكان مكتوب فيها من سليمان إلى الوالي في راما، يأمره فيها بأن يصنع تاجا للحمامة، ويقول له وفوها حقها كاملا في الرعاية عند الإقامة وعند السفر. وفي الرسالة الثانية أمر بأن تعطى حقولا في التهامة، وأتت إلى الرسالة الثالثة ولم تستحي من فتحها وقراءتها، فرأته يأمر أن تكون زعيمة على الطيور وليس بعد هذا التكريم تكريم. قلنا بقى فأرادت الحمقاء، العطف هنا يدل على تسرعها، يعني بسرعة هي فتحتها. فتح الرسائل ووصفها بالحمقاء يدل على الطيش وسوء الخلق. تعرف من رسائله مرامه، يعني أصلا تعرف مرامه من رسائله، ده تقديم وتأخير. عمدت لأولها صور الحمامة بإنسان أحمق يقصد معرفة الأمور. كلمة عمدت يوحي بالقصد، هي كانت قصدة فتح الرسائل، يعني مش بالصدفة ومش بالخطأ. تاج للحمامة تعبير يدل على تكريم سيدنا سليمان عليه السلام للحمامة. وفوها الرعاية أسلوب أمر غرض الحث والإلزام، وفي تعبير يدل على مدى الاهتمام بهذه الحمامة. الرحيل والإقامة تضاد يبرز المعنى ويقوي. تعطى رياضا في تهامة، الرياض جاءت جمع والجمع يدل على الكسرة. التعبير بكلمة لم تستحي يدل على تبجحها وسوء خلقها وعدم مراجعتها لنفسها، المفروض تراجع نفسها. تمام، وده مأخوذ من قوله تعالى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فرأته يأمر أن تكون لها على الطير الزعامة، احنا قلنا الأفعال المضارعة تدل على التجدد والاستمرار. بقي النص ندم الحمامة بعد فوات الأوان، فبكت لذاك تندما هيهات لا تجدي الندامة، وأتت نبي الله وهي تقول يا رب السلامة. قالت فقدت الكتب يا مولاي في أرض اليمامة، لتسرعي لما أتاني الباز يدفعني أمامه. فأجاب بل جئت الذي كادت تقوم له القيامة، لكن كفاك عقوبة من خان خانته الكرام. هذا كمان مرة ونعوز حد يكتب.
وبكت لذاك تندما، هيهات لا تجدي الندامة، وأتت نبي الله وهي تقول يا رب السلامة. قالت فقدت الكتب يا مولاي في أرض اليمامة، لتسرعي لما أتاني الباز يدفعني أمامه. فأجاب بل جئت الذي كادت تقوم له القيامة، لكن كفاك عقوبة من خان خانته الكرامة. يلا حد يقرأ بسرعة، مش عايز إزعاج. يلا بسرعة. يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. فبكت لذلك تندما، هي تجي الندامة، وأتت نبي الله وهي تقول يا رب السلام. كملوا يلا. قالت فقدت الكتب يا مولاتي الباب هذا، يدفعني أمامه. فأجاب بل جئت الذي كاد تقوم لعروبا من خالفا، لكن كفاك عقوبة هدى. يلا حبيبي واحدة تكمل، يلا زميلكم تكمل بسرعة. بكت لذاك تندما، يلا اقرأي. لا لا النهاردة مزعجين جدا، مفيش نظام النهاردة، مفيش إجابة نموذجية، أنا فيها هزعل منكم كده ونزعل وحش. فبكت لذاك تندما، هيهات لا تجدي الندامة، يعني أحست بغلطها، أحست إن هي تسرعت، أحست إن هي ظلمت سيدنا سليمان، يعني ما شفت منه غير كل اهتمام واحترام وحب ومحبة. شوف لما تحب واحد كده هو تمام وتحب وعطول تحسن إليه، وهو يظن فيك ظن سيء، وبعدين يتأكد مرة واثنين وتلاتة إن أنت بتحبه وتفضله كده على الآخرين. طبعا لو هو عنده إحساس ودم هيندم ويبكي ويعيط، بدأ الدموع دم، كما ندمت الحمامة على ما فعلت. ولكن ندم يا ولاد بعد فوات الأوان، يعني ما منه فايدة. فبكت لذاك تندما، هيهات لا تجدي الندامة، وأتت نبي الله وهي تقول يا رب السلامة. قالت فقدت الكتب يا مولاي في أرض اليمامة، لتسرعي لما أتاني الباز يدفعني أمامه. فأجاب بل جئت الذي كادت تقوم له القيامة، لكن كفاك عقوبة من خان خانته الكرامة. يعني لما أحست إن سيدنا سليمان بيحبها بيفضلها، والرسائل دي كلها مكتوب لها الخير مش الشر زي ما هي فاكرة، فبكت لذاك تندما، يعني علشان كده لسوء تصرفها بكت تندما، يعني ندما وأسفا على ما ظهر منها. هيهات لا تجدي الندم، يعني ما ينفع الندم بعد فوات الأوان خلاص. وأتت نبي الله، سيدنا سليمان بيعرف الموضوع بقى ان هي فتحت الرسائل وأحس بغلطها وكده، وراحت علشان تعتذر، زادت الطين بلة. وأتت نبي الله وهي تقول يا رب السلامة، يعني سلم يا رب سلم، تترعش كده. قالت شوف بقى كدابة كمان، فقدت الكتب يا مولاي في أرض اليمام، الرسائل اللي انت عطتها لي كنت مسكها كده وبعدين متسرعة، وطائر اسمه طائر الباز زقني كده وانا ضعيفة مش قده، وقعت مني الرسائل. فقدت الكتب يا مولاي في أرض اليمام، لتسرعي لما أتاني الباز يدفعني أمامه. عرف بقى ان هي كذابة وان هي فتحت الرسائل،
فأجاب بل جئت الذي كادت تقوم له القيامة. اللي انت عملتيه ده عمل شنيع تكاد تقوم له القيامة، لكن كفاك عقوبة من خان خانته الكرامة. خلاص احنا بقى عقوبتك ان خلاص ما في كرامة بعد اليوم، ما في كرامة بعد اليوم. فبكت لذاك تندما، قلنا تندما معناها ايه يا اولاد؟ ندما واسفا. هيهات دي بنسميها اسم فعل ماضي، اسم فعل مع بعض، بمعنى بعد لا تبدي يعني لا تفيد لا تنفع، الندم يعني الندم. واتت نبي الله اللي هو سيدنا سليمان عليه السلام وهي تقول يا رب السلام، يعني سلم يا رب سلم سلم باسمك، ما تترعش وخايف هيقتلها. قالت فقدت الكتب يا مولاي، مش تقول انا اسفه يا مولاي حقك عليا، الشيطان وسوس لي مش هيحصل تاني، لا كذبت عليه كذبا شديدا. فقدت الكتب يا مولاي في ارض اليمامه لتسرعي، كنت متسرعه وجه الطائر اسمه الباز ده الوحش زقني كده، رسائل وقعت من ايديا وقعدت ابحث عنها ضاعت الرسائل وما رحتش. أجاب بل جئت الذي كادت تقوم له القيامة، لكن كفاك عقوبة من خان خانته الكرامة. بكت لما أحست بسوء خلقها وسوء تصرفها في الرجل الذي أكرمها بكل الوسائل. وأتت نبي الله سليمان عليه السلام وأرادت أن تكذب عليه وتخترع الحيل وتقول سلم يا رب سلم. قالت فقدت الرسائل يا مولاي لما دفعني طائر الباز ولم أعثر عليها جميعها، ونسيت أن سليمان يأتيه الوحي من السماء وقد عرف قصتها كاملة، فقال لها لقد كذبت وجئت شيئا تكاد تقوم له القيام، لن يكفيك عقوبة من خان لا كرامة له. فبكت لذاك، شوف الفاء دي يا أولاد فيها سرعة وتصوير للحمامة بصوت إنسان يبكي ندما على ما فات من سوء التصرف، وندما ديت نتيجة لما قبله، يعني لماذا بكت؟ تقولي ندما، يبقى ندما ديت علاقتها بما قبلها ايه؟ تقولي نتيجة لما قبلها، وفيها تصوير للحمامة بصورة إنسان يندم. كلمة هيهات بدل على استحالة عودة الفعل الماضي، خلاص مش هينفع هيهات. الندم ما بيفيد بعد فوات الأوان. وأتت نبي الله، أفعال بتدل على الحركة علشان الشاعر يخليك كأنك أنت شايف سيدنا سليمان قاعد على العرش والحمامة عمالة ترتعش، يعني في حركة في الكلمات. يا رب السلامة يعني تتوسل بربها سبحانه وتعالى. فقدت الكتب يعني الرسائل بوعت مني، فعل ماضي وقلنا الماضي بدل على التحقق والثبوت، لتسرعي تعليل لما قبلها. فأجاب الفاء بقى مش ثم أجاب، في فاء فأجاب وفي ثم أجاب. فأجاب يعني فيها سرعة تدل على السرعة في الإيه يا أولاد؟ من سيدنا سليمان فهم قصدها كويس جدا. أكادت تقوم له القيامة من خان خانته الكرامة. صور الكرامة بصورة إنسان يخون، وهذا جزاء من يخون الكرامة. الشاعر قائل النص هو أمير الشعراء حافظ إبراهيم، صح ولا غلط يا أولاد؟ يعني افتح المداخلات بس مش عايز إزعاج، عايز احترام كده. يلا صح وغلط، الشاعر قائل النص هو أمير الشعراء حافظ إبراهيم؟ صح. مين اللي قال النص؟ غلط. مين الشاعر اسمه إيه؟ غلط. اسمه إيه الشاعر الصح؟ اسمه أحمد شوقي. أحمد شوقي، تمام. ورقة النص الأول اسم نبيين هما سليمان وداوود عليهما السلام.
أرسل سليمان عليه السلام الحمامة بمجموعة رسائل إلى عماله، صح ولا غلط؟ خانت الحمامة الأمانة، خانت الحمامة الأمانة. بس يا واد يا وحش، بس يا واد، خانت الحمامة الأمانة. تمام. ندمت الحمامة على ما قامت به من شك في سيدنا سليمان. أرادت الحمامة أن تحتال على سيدنا سليمان. الموضوع يتحدث عن خطورة الأمانة، خطورة خيانة الأمانة. الخطأ الذي وقعت فيه الحمامة هو إيه الخطأ اللي وقعت فيه الحمامة؟ طول مدة خدمتها ولا حملها الرسائل إلى عمالها؟ أي فتحها الرسائل والاطلاع عليها. الصفة التي امتازت بها الحمامة في المقطع الأول، الأمانة، الخوف، الخيانة، الكذب. المقطع الأول، المقطع الأول الأمانة. كلمة مرامة معناها إيه؟ كلمة مرامة الخيانة. مرامة أن تعرف مرامة، مراده شجاعته قوته مكان. ها ها مراده. لا مراده. مراده يا ولاد. فضت ختامة معناها ايه؟ مزقت الرسالة، فتحت الرسالة، اوصلت الرسالة، فقدت الرسالة، معناها ايه؟ فضت ختامة معناها ايه؟ فتحت الرسالة. طيب في حاجة اسمها أولاد الشعر القصصي. الشعر القصصي يعني عبارة عن قصيدة وفيها قصة كده. عبارة عن ايه؟ عبارة عن قصيدة على شكل ايه؟ على شكل قصة. مين الشخصيات بقى؟ مين الشخصيات اللي في القصيدة؟ سليمان ومين؟ الحمامة سيدنا سليمان. ايه الاحداث؟ الحمامة سيدة سليمان. الحمامة وداود عليه السلام. فتحة ال خيانة الحمامة. الزمان ده حصل فين؟ الزمان سيدنا سليمان. ايوه عليه السلام. والمكان، المكان كان فين يا ولاد؟ في تهامة. في تهامة. مجلس سيدنا سليمان. ماشي خلاص يا عم، خلاص يا سكرة انت. ماشي اقفل الصوت شوية عشان الازعاج بتاعك النهاردة مزعج. يقول الشاعر: فبكت لذاك تندما، هيهات لا تبدي الندامة، واتت نبي الله وهي تقول يا رب السلامة. قالت: فقدت الكتب يا مولاي في ارض اليمامة، لتسرع لما اتاني الباز يدفعني امامة، فاجاب برجئت الذي كادت تقوم له القيامة، لكن كفاك عقوبة من خان خانته الكرامة. تاني كده: فبكت لذاك تندما، هيهات لا تجدي الندامة، واتت نبي الله وهي تقول يا رب السلامة. قالت: فقدت القطب يا مولاي في أرض اليمامة، لتسرع لما أتاني الباز يدفعني أمامة، فأجاب: بل جئت الذي كادت تقوم له القيامة، لكن كفاك عقوبة من خان خانته الكرامة. الكلمة الواردة في الأبيات السابقة معناها طائر جارح. هنا في كلمة معناها طائر جارح، يا ترى معناها إيه هي الكلمة دي؟ ها في البيت الرابع كلمة معناها الطائر الباز. خلاص ماشي. مفرد الكتب ايه؟ بازو. مفرد الكتب ايه؟
كتاب بما عللت الحمامة سبب إعداد الرسائل. كتاب فعلها للباز ووقع منها أيوة كده على تسرعها ودفعها طائر الباز. بقية الأسئلة يا أولاد صفحة 77 و78 و79 في سلسلة البيان التعليمية تحلوها في الواجب وتذاكروها كويس جدا، والحصة الجاية إن شاء الله هناخد درس نحو. يلا مع السلامة حبيبي، تأمروا بأي شيء؟ تأمروا بأي شيء يا حبيبي؟ تمروا لي بأي خدمة؟ لا. أيوة هدى. يلا حياتي وحشونا لغاية الحد الجاي، خلي بالكم من نفسكم. تسمع كلام بابا وماما وتذاكر دروسكم. يلا يا سمسمة. طيب. هلا يا نور. هدى حبيبي يا هدى، مع السلامة يا هدى. هدى. عاشت الأسامي. عاشت الأسامي يا نور. احلى نور في الدنيا كلها. يلا ما تنسوش تجيبوا كتاب باي باي، كتاب البيان وتذاكروا منه. هاي هدى. هاي هدى مع السلامه. هدى يلا يا سامة. لا كل اشياء جو طالعه. يا مع السلامه الكل. يلا يلا باي باي. باي باي يا سلام. مع السلامه. مع السلامه حبايبي. مع السلامة يا أستاذ. السلامة يا هدودة، هتوحشونا. حد الجاي الساعة 5 في نفس الموعد. يلا باي، مع السلامة حبيبي.